أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، وإذا زلزلت الأرض ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله ربع القرآن. وعن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. قال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويدل، أفلح الرويدل. ثم قال: علي به. فجاء فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل سورة الزلزلة. سورة الزلزلة من السور العظيمة الجامعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها قال عليكم هذه الآية الفاذة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيكون الإنسان يقرأ هذه الآية ويتقي الله سبحانه تبارك وتعالى أنه سيجازى على مثقال الخير وعلى مثقال الشر. هنا ذكر الإمام أحمد حديثا بإسناد عن أنس بن مالك، إسناد فيه ضعف وإن كان صح بعض هذا الحديث، ودعا ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا الحديث بزيادة ونقصان. حديث أنس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، ربع القرآن، وإذا زلزلت الأرض ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله ربع القرآن. فذكر إن قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، وهذا الجزء من حديث صحيح يؤيده حديث آخر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره في هذا المعنى، إن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وإذا زلزلت الأرض ربع القرآن، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وإذا جاء نصر الله ربع القرآن، أيضا هذا ضعيف. وإن كان الذين وجهوا هذا بمعنى الإربع يعني قالوا إن القرآن جاء بأمور، بأمر توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأمر الحياة والجهاد في سبيل الله عز وجل، وأمر الممات والبعث والنشور والجزاء والقيام من القبور والجنة والنار وغير ذلك. فهنا الأمر إما إثبات التوحيد، فهو في ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، وكذلك قل يا أيها الكافرين، قل يا أيها الكافرون، في إثبات التوحيد لله سبحانه تبارك وتعالى. فعلى القسمة الرباعية إن الأمر توحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودنيا وآخرة، فعلى ذلك هنا يقول: قل يا أيها الكافرون في التبري من الشرك وإثبات توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الربع على هذا المعنى، يعني الربع في القرآن إنه ذكر التوحيد فيها والتبري من الكفر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه مختصة بالقيامة، بيوم القيامة، فهذا الربع على هذه القسمة: التوحيد، النبوة، الدنيا، الآخرة. فعلى ذلك أنه ذكر الآخرة الربع مما جاءت به الشريعة، وإن كان في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل في ذكر الآخرة والجزاء وكذا، فقالوا يبقى الربع على هذا المعنى اللي فيها.
لكن جاء في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، كأن من يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. هذه مزية لهذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن. لكن الصور التي ذكر فيها ربع القرآن قل يا أيها الكافرون، فيحتمل أنها أيضا كقل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثلث القرآن وهذه ربع القرآن على المعنى الذي ذكرنا وعلى الثواب أيضا الذي فيها. أما ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فلا نقدر أن نقول أنه على الثواب يساوي ربع القرآن لأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. هنا برضو في قوله وإذا جاء نصر الله ربع القرآن، ربع القرآن هذا متعلق بالدنيا، نصر الله والفتح. هنا الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله عز وجل، أنه يجاهد، أنه ينشر هذا الدين العظيم، فإذا جاء نصر الله فقد تم ما أريد من النبي صلى الله عليه وسلم. صح في حديث ابن عباس فضيلة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، هذا صح وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر ساقه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال له اقرأ ثلاثا من ذات الراء، اقرأ ثلاثا من ذات الراء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات غير رجل واحد اسمه عيسى بن هلال الصدفي قال الحافظ وهو صدوق، فإسناد الحديث حسن وصححه الحاكم وصححه الذهبي أيضا وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، ولكن الراجح أن الإسناد حسن. عبد الله بن عمرو يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، معنى أقرئني يعني حفظني من القرآن، عايز نحفظ صور من القرآن. فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من ذات الراء، اقرأ ثلاثا من ذات الراء، صور زوات الراء زوات ألف لام راء المقصود، قال هنا اقرأ ثلاثا من زوات ألف لام راء. ألف لام راء جاءت في سورة يونس وجاءت في سورة هود وجاءت في سورة يوسف وجاءت في سورة إبراهيم وجاءت في سورة الحجر، خمس سور في القرآن في أولها ألف لام راء. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم له احفظ ثلاثا من هذه السور الخمسة التي بدأت بألف لام راء. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني صعب علي، صعب وأنا كبير في السن وإني اشتد قلبي ما بقيتش أتذكر، بقيت أنسى كثيرا، وغلظ لساني هنا اعتذر بأشياء أنه القلب لا يعي، أنه مع كبر السن ما بقاش يحفظ كويس، اللسان ثقل مش متمرن على الحفظ فثقل علي لساني وكبرت سني. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ من ذات حاميم، فقرأ من ذات حاميم يعني الصور التي تبدأ في القرآن بحاميم اللي هي سورة غافر وما يليها السبع الصور إلا أولها حاميم، غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف أولها حاميم، يعني هذه أقل الأقصر منها أقل من الصور الأولى. فالرجل كرر نفس الشيء أنه لا يقدر على حفظ هذه الأشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من المسبحات، صور المسبحات يعني التي تبدأ بتسبيح الله سبحانه، سواء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وغير ذلك، وهي سبع صور في كتابه سبحانه، الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. فقال له احفظ ثلاثا من هذه الصور، فاعتذر الرجل الأرض أيضا لأنه لا يقدر على ذلك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، أقرئني أنا مش قادر أحفظ هذه الصور طويلة علي وصعبة علي مع كبر سني وغلظ لساني لا أقدر، ولكن أقرئني سورة جامعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذا الرجل يقرأ بهذه السورة، سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرغ منها النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، لا أزيد يعني مش هحفظ حاجة هي هذه السورة وخلاص، ومش معنى كده أنه ما يحفظ الفتحة مثلا، ولكن نص فتحة لا تتم صلاة الإنسان إلا بها، ولكن حب يحفظ حاجة تانية مع ما يحفظه من قصار الصور مثلا
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه هذه الصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. طبعا فضيلة هذه الصورة عظيمة جدا، يكفي ما فيها مما ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يكون يوم القيامة يجعل قلب الإنسان يؤوه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويخشع لله سبحانه بما يكون من أحداث في يوم القيامة. فالرجل أدبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويدل، أفلح الرويدل، والرويدل تصغير رجل، فقال هنا أفلح الرويدل يعني أنه أخذ بها وأنه يعمل بمقتضاها مثلا. ثم قال علي به، علي به. فجاءه الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى، أمرت بيوم الأضحى يعني بالعيد، في عيد الأضحى، أن هذا يوم عيد للمسلمين وكذلك يوم الفطر يوم عيد للمسلمين، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها، إن لم أجد إلا منيحة ابني. المنيحة العارية من الحيوان المأكول اللحم تعطى الإنسان ينتفع بدرها بلبنها، ينتفع بصوفها ثم يردها على صاحب هذه المنيحة. ويقوم إنسان يجد جاره فقيرا يديله معزة عنده مثلا، يديله نعدة عنده يقول له اشرب من اللبن بتاعها وجزء الصوف بتاعها انتفع به ورجعها لي تاني بعد ذلك، هذه تسمى بالمنيحة، المنيحة. فالرجل بيقول اني طب انا مملكش حاجة اتبعها، ولكن اللي عندي منيحة ابني، ابني عطيني اني انتفع بالمعزة بتاعته او النعدة بتاعته باني اخذ اللبن بتاعه واخذ الصوف ورجعها له، أدبحها هي وخلاص من باب أنت ومالك لأبيك مثلا، إذا هذا مال ابني أنا أخذها وأدبحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما يكونش الأمر بهذه الصور أنه أعطيك حاجة تنتفع بها تروح أنت تذبحها، لا ما يكونش على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله. يعني إنه في يوم العيد معلوم أن الذي له أضحية إذا دخل شهر ذي الحجة لا ينبغي له أن يحلق شيئا من شعره ولا يقص شيئا من أظفاره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا جاء يوم العيد وذبح الإنسان أضحيته فيفعل هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل إذا أنت لم تفعل الأول وهو ذبح الأضحية في العيد فافعل الثاني وشارك المسلمين في ذلك في التنظف والتطهر ليوم العيد. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ ما أخبارها؟ يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث يوم القيامة عن أخبارها وعما حدث فيها وعما أوحي إليها من ربها سبحانه وتبارك وتعالى. ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، وأن تقول عملت علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهو أخبارها. الحديث رجال ثقات ولكن في أحد الرواة لين، فالإسناد فيه شيء من الضعف. الصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عما يكون يوم القيامة، هذه الزلزلة اللي يعقبها خروج الناس وقيامهم من قبورهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها يعظم الله عز وجل شأن القيامة، فيخبر إن ما أدراك ما يحدث في هذا اليوم، يوم يوحي الله سبحانه تبارك وتعالى إلى الأرض أن أخرجي من فيك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الثقل الذي كان بداخلها، خرج ما كان فيها من إنسان وما كان فيها من حيوان، وأخرجت الأرض كنوزها وكل ما بداخلها صار على وجهها وظاهرها، وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان هذا جنس، جنس الإنسان أو المقصد الكافر. فالمؤمن إذا خرج يوم القيامة يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكافر يخرج مفزوعا يوم القيامة يقول ما لها، إيه اللي حصل فيه إيه؟ الكافر يقول ما لها. يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث، تخبر، تتكلم عن أخبارها، تحدث أخبارها.
بأن ربك أوحى لها، كأن الأرض تنطق للإنسان وتقول أوحى لي ربي بأني أخرج ما فيه. يومئذ يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وردوا على القبور، دخلوا في قبورهم وصدروا من قبورهم، خرجوا من قبورهم متوجهين إلى الموقف يوم القيامة، منهم من يكون إلى الجنة ومنهم من يكون إلى النار، ليروا أعمالهم، ليريهم الله سبحانه صحائف أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال بقدر وزن الذرة وهي النملة وما دون ذلك، القدر الجزء البسيط أقل الأشياء يجازى به الإنسان يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الذي يعمل الخير يراه يوم القيامة، والذي يعمل الشر يجزى به يوم القيامة. لذلك لا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة ولا شيئا من الذنوب والسيئات. الأعمال الصالحة تصدق ولو بشق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة. كذلك الأعمال السيئة، لا يقول الإنسان هذا شيء بسيط، لحاجة بسيطة ما فيهاش حاجة، وتكون ذنبا من الذنوب. يكذب الإنسان ويقول دي كذبة بسيطة ما فيهاش حاجة، فهنا يقول لنا مثقال ذرة الشيء البسيط من الذنوب يراه يوم القيامة، ويعاقب الله عز وجل ما يشاء أو في من هذه الأشياء يعاقب عليها ويعفو عما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يحرص على تحصيل الخير مهما قل أو كثر يحصله، والبعد عن الشر مهما قل أو كثر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.